أكد وزير الخارجية سامح شكري عزم مصر على تفعيل آليات التشاور السياسي واللجنة الاقتصادية مع المغرب. وخلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره المغربي ناصر بوريطة بالرباط، قال شكري إن مصر تعمل على تنسيق التعاون مع المغرب لمواجهة التحديات، مضيفا أنه بحث مع نظيره المغربي التصدي للتنظيمات الإرهابية وفكرها الضال. أخي وزملي وزميلي معالي الوزير سامح شكري، وزير خارجية جمهور مصر العربية الذي يقوم بزيارة عمل وأخوة إلى المملكة المغربية. هذه مدة ما جاش عندنا السيد سامح، 7 سنوات، لهذا هذه الزيارة عندها طابع خاص، بالنظر أولا للعلاقة الخاصة بين جلالة الملك محمد السادس وأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالنظر إلى الشراكة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية. خلال هذا اللقاء اللي تم بيننا اليوم، أولا عبرت لمعالي الوزير عن إدانة المملكة المغربية القوية للهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف أول أمس السبت منطقة غرب سيناء، وتضامن المملكة الكامل مع جمهورية مصر وتأييده المطلق لكل الإجراءات ولكل التدابير التي تتخذها السلطات المصرية لحفظ أمنها واستقرارها. أمن مصر واستقرار مصر مهم للمملكة المغربية ومهم للوطن العربي، وكل ما يمس مصر يمس المغرب، مع تعازينا طبعا الحارة للحكومة والشعب المصري الشقيقين ولذوي الضحايا، تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين. أكدت لأخي معالي الوزير أن تعليمات جلالة الملك محمد السادس واضحة في ضرورة التواصل والتنسيق والتشاور مع مصر حيال القضايا الدولية والإقليمية المطروحة على الساحتين العربية والإفريقية. العلاقات مع مصر تكتسي صبغة خاصة لأنها علاقات قديمة، فيها بعد سياسي، فيها بعد اقتصادي، فيها بعد إنساني، وفيها بعد روحي، وهي أيضا علاقة متفردة لكونها مؤطرة بإطار قانوني وإطار مؤسساتي متميز ليس للمغرب نظير له مع أي بلد عربي أو إفريقي آخر. خلال محادثتنا اليوم كان هناك اتفاق على تنزيل طموح جلالة الملك وفخامة الرئيس لاستغلال كل هذه الأرضية الصلبة للعلاقة الثنائية وإعطائها زخم جديد من خلال تفعيل الآليات المؤسساتية وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة. اتفقنا على عقد قريبا آلية التشاور السياسي، على تعزيز التعاون الاقتصادي في كل المجالات وتفعيل مجلس رجال الأعمال المغربي المصري،